يواصل أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمهم باتجاه مواقع ميليشيا الحوثي في المخلوع، اقتحامات وتحرير مواقع من اتجاهات متعددة سواء في الميمنة أو في القلب أو من الميسرة. أبطال الجيش الوطني يواصلون تقدمهم في ظل دعم وإسناد من مدفعية التحالف العربي ومن طيران التحالف العربي، حيث شن غاراته في كل لحظة وفي كل ساعة على مواقع ميليشيا الحوثي والمخلوع. الآن سنظهر أمام المنطقة التي تطل على أكثر المواقع الحوثية وميليشيا الحوثي والمخلوع. هنا ونحن نتواجد اليوم بين أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في نهم، معنا هنا أحد الأخوة المرابطين في هذه المواقع من المقاومة الشعبية، نريد منه أن يشرح لنا طبيعة المنطقة والمواجهات التي تدور في هذه المواقع. الآن معركة تدور، احنا متواجدين معكم في هذه المنطقة وفي هذه المواقع، معركة تدور، أين تدور بالضبط؟ الآن متجهة وداخلية إلى مسورة، مهما كانت الصعوبات أو مهما كانت العرض ملغومة من قبل العدو، ولكن إنه بيندحر ونحن داخلين صنعاء مهما كانت الأمور. تحت غطاء جوي من التحالف، يشكروا قوات التحالف على ما أسندونا، من إحنا نسند برا وهم يسندونا جوا، ولكن نحن داخلين وهم خاسرين. طبعا قواتنا اليوم هي كبدت العدو خسائر قوية في المعدات والأرواح، واستولينا على عدة أسلحة في المناطق، والآن معنا هذه العقبة الآن ندخلها، نتجه مسورة، نتجه نقيم الغيان، نلتحم بالميسرة الذين طلت على جبل منار الذي هو مشرف على نقيل بن غيلان، ولا معنى الا ندخل نقيل بن غيلان الحتارش بني حشيش ونتقدم على معسكر الخرافي والكليه الحربيه والاكاديميه العسكريه ونقطع خط المطار ارحب، ونحن ندخل صنعاء مهما كان. هل هناك اي يعني حقول الغام امامكم وجدتموها، او هناك قطع لكم او قطع للخطوط من قبل الميليشيا؟ يا اخي هذا مع ضعفهم، الارض مزروعه بالغام، هي بتعرق لنا كثر الاسابيع، بتعرق لنا هي الغام، لانه الان مع جبانتهم ما عاد زرعوا لك الا الارض، زرعوا لك البيوت وزرعوا لك الطرق الغام مباشر. هل رايتم هناك خسائر في صفوف العدو؟ نعم، في الميليشيات الانقلابيه؟ نعم خسائر قويه، هم عداتهم بعضها حرقت من قبل قوات التحالف التي تغطي جوا، وبعضها استولينا عليها. هل هناك أسرى قبضتم عليهم؟ نعم قبضنا أسرى، ولكنهم الآن قد مشيناهم، وأنتم ما وجدتوا وإحنا من سلمناهم للقيادة السياسية. أنت أحد المقتحمين لمواقع هنا في بران، كيف وجدت معنويات الحوثيين عندما تم اقتحام مواقعهم؟ هربوا، عين الغمرة مشبوكة. كم المسافة التي تفصل بين القلب والميسرة؟ تقريبا 4 كيلو فقط. إذا هذه هي المواقع التي تفصل الميسرة مع القلب، وأيضا الأبطال يتقدمون، وأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يقولون أنهم سيواصلون التحرير وسيواصلون تقدمهم حتى تحرير كافة هذه المناطق التي ترون المطلة على مشارف مسورة، وسواء من الميمنة من الحول وبابوعة أو من الميسرة من المنار وادي محلي. عبد الله ابو سعد، قناه سهيل، بران، نهم، شرق صنعاء.